مرحبا بكم مشاهدينا في الموعد اليومي. نشرة الأخبار على نسمة، والبداية كالعادة بأبرز العناوين. أحياء الذكرى الأولى لأحداث باردو الإرهابية بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوجوه السياسية والأجنبية. تواصل عملية المداهمة ببنجردين في تعقد الإرهابيين وإلقاء القبض على 4 عناصر من بينهم امرأة خلال اقتحام منزل. وإلقاء القبض على سلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في هجمات باريس بعد إصابته خلال تبادل لإطلاق النار مع الأمن. مرحبا بكم من جديد. كما اليوم 18 مارس كانت تونس محطة أنظار العالم ولقات مساندة دولية كبيرة بعد الاستهداف الإرهابي اللي عرفته باردو، حادثة هزت البلاد وأودت بحياة 23 شخص نقلت على إثرها وفود أجنبية تنديدا بالعملية الغادرة هذه. نرجع على حيثيات العملية الغادرة لحادثة باردو في التقرير هذا. 18 مارس 2015 الإرهاب يخرج من جبل ويتغلغل في قلب العاصمة. أول استهداف المكان عمومي وأول استهداف للسياح من قبل التنظيمات الإرهابية. ضربة موجعة وغادرة بكل المقاييس. نص النهار ونص زوز إرهابيين يهاجموا متحف باردو مسلحين بكلاشنيكوف وقنابل يدوية على بعد أمتار فقط من مجلس نواب الشعب. الإرهابيين يهاجموا المتحف يقتل 23 شخص منهم 20 سائح ويتجرح في العملية 42 آخرين وقاموا باحتجاز رهائن من السياح. مع 3:30 القوات الخاصة من جيش وطني وقوات الأمن الرئاسي والأمن الوطني والشرطة وفوج مجابهة الإرهاب يحاصروا المكان ويقتحموا المتحف. بعد مواجهات يتمكنوا من القضاء على زوز إرهابيين ويقوموا بتحرير مئات الرهائن. في المقابل استشهد عنصر من القوات الخاصة أيمن مرجان. ضربة قاسية حتمت على وزارة الداخلية تغييرات في صلبها إثر العملية الإرهابية مباشرة، وشملت التغييرات وقتها كل من رئيس إقليم تونس للأمن الوطني، رئيس منطقة باردو للأمن الوطني، ورئيس مركز باردو للأمن الوطني، ورئيس فرقة الإرشاد بباردو، مدير الأمن السياحي بتونس، ورئيس منطقة سيدي البشير. بعد العملية العالم الكل يتضامن مع باردو. 29 مارس تنتظم في تونس مسيرة وطنية ودولية ضد الإرهاب بمشاركة واسعة لكل مكونات الصحة الوطنية السياسية والمدنية والمواطنين إلى جانب عدد من القادة وكبار المسؤولين الدوليين والوفود الحكومية والبرلمانية. وتم تدشين نصب تذكاري يحمل أسماء ضحايا وشهداء العملية الإرهابية. وتتواصل بعد العملية الإرهابية بباردو حملات التضامن الواسعة مع تونس من مختلف بلدان العالم اللي أطلقوا دعوات مساندة لتونس والمتحف باردو وغيرها من الحملات المساندة اللي تشجع على زيارة تونس من أجل إنقاذ ما تبقى من السياحة التونسية. اليوم وبعد عام من الاعتداء الإرهابي الجبان على متحف باردو ما زلنا ما شفناش منظومة جديدة تحمي المواقع الأثرية من الهجمات الإرهابية في تونس، تحمي حضارة تونس العريقة وذاكرتها. واليوم نفس الفضاء يشهد أحياء الذكرى الأولى لعملية باردو الإرهابية بحضور رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وكذلك عدد من الوزراء إضافة لحضور وزير الخارجية الفرنسي وعدد من السفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية لدول شقيقة وصديقة. كاميرا الأخبار واكبت الحدث وجبت لنا تقرير هذا. بعد نجاحات أمنية متتالية في القضاء على عدة مجموعات إرهابية آخرها في بنجردين، تحيي تونس اليوم الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي على متحف باردو واللي أودى بحياة عدد من السياح. تم خلالها تدشين لوحة جدارية فسيفسائية تحمل صور الضحايا في عملية باردو. الموكب تم بحضور كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وعدد من الوزراء إضافة إلى وزير الخارجية الفرنسي ورؤساء البعثات الدبلوماسية من عدة دول. وأكد الحبيب الصيد خلال الكلمة اللي ألقاها في الذكرى الأولى لضحايا متحف باردو أنه بتنظيم الموكب هذا تأكيد على ثقافة الحياة وأنه مهما كانت التضحيات فأن تونس باش تنتصر على الإرهاب وتقتلعه من جذوره. وقد أكدت ملحمة بنجردين البطولية أن لا مكان للإرهاب ولا حاضرة ولا مستقبل له في بلادنا، وأن التونسيين والتونسيات والمؤسستين العسكرية والأمنية يظلون حصنا منيعا في مواجهة عصابات الإرهاب والقتل والإجرام. ومهما كانت التضحيات فإننا سننتصر على الإرهاب وسنقضي على هذه الآفة ونقتلعها من جذورها. وزير الخارجية الفرنسي أشاد بعملية بنجردين وصلابة الأمن في التصدي للهجوم الإرهابي وأشاد بالتلاحم بين الشعب والمؤسستين الأمنية والعسكرية للقضاء على الإرهاب وجدد دعم فرنسا لتونس في مكافحة الإرهاب وبناء الديمقراطية. Ils ont voulu faire tomber Ben Gerdan.
meurtri dans ce que vous avez de plus précieux, votre jeunesse, votre culture, votre histoire. La réaction de vos concitoyens et de vos forces armées n'en a été que plus exemplaire. À Ben Gerdan, c'est une attaque sans précédent qui a été menée par les terroristes. Mais ces terroristes ont échoué. Échoué face au courage et à la vaillance des forces de sécurité tunisiennes. Échoué face à la détermination du peuple tunisien. في متابعة لآخر التطورات الأمنية ببن قردان، ما زالت عملية المداهمة متواصلة من قبل القوات العسكرية والأمنية في تعقب للعناصر الإرهابية، وانتم اليوم إلقاء القبض على 4 عناصر من بينهم امرأة إثر مداهمة منزل على مستوى طريق السياح حسب ما أكدوا مراسلنا بالجهاب. بعد عملية مداهمة استمرت عدة ساعات، الوحدات الأمنية والعسكرية ببن قردان تتمكن عشية اليوم من القبض على 4 عناصر إرهابية كانت متحصنة بأحد المنازل، من بينهم امرأة منقبة ليست أصيلة ببن قردان، كما تمت إصابة عون أمن على مستوى الساق واليد. الأربعة هذوما شاهدناهم في حالة الاقتياد وهم هازينهم، وبحول الله تونس لاباس. هذوما خارجين عن ملة وبعزيمة الأمن، بعزيمة الشعب، بحول الله نقضوا عليهم. القوات الأمنية اقتحمت المنزل اللي تحصنوا به الإرهابيين ويقع بطريق السياح اللي يبعد نصف كيلومتر على وسط المدينة، وان تم استعمال مكبرات الصوت لإجبار العناصر على تسليم نفسها دون استعمال الرصاص. جينا من بعيد، ما عنده وين باش يوصل، ما عنده وين باش يوصل، وهنا البارتي هذه اللي هنا هذه مازال فيها، قد يكون مازال فيها ناس ياسر مخبيينها هنا في البارتي هذه. العون المصاب تم نقله للمستشفى الجهوي ببن قردان، وين قدموا له الاسعافات الاوليه وعاد لمزاوله عمله بعد خروجه من المستشفى. عولج ووجهناه غدوه ان شاء الله القسم الوقائي لمتابعه التلقيح والعلاج. العمليه الامنيه تمت على اثر ورود معلومات بتواجد عناصر ارهابيه بالمنطقه على علاقه باحداث ببن قردان الارهابيه. أكدت مصادر أمنية وإعلامية في بلجيكا وفرنسا خبر اعتقال أبرز المطلوبين في هجمات باريس اللي جدت بتاريخ 13 نوفمبر 2015 سلاح عبد السلام البالغ من العمر 27 عام بعد إصابته خلال تبادل إطلاق النار بينه وبين الشرطة في العاصمة البلجيكية بروكسل. العملية الأمنية هذه جاءت بعد إعلان المدعي الاتحادي في بلجيكا خبر مقتل الملقب سمير بوزيد واللي من المرجح يكون محمد بلقايد الجزائري خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة نهار الثلاثاء اللي فات، واللي كان اسمه من ضمن قائمة المطلوبين في هجمات باريس اللي أودت بحياة أكثر من 100 شخص وتبناها تنظيم داعش الإرهابي. نرجع للشأن المحلي، وين تولى اليوم وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني الإشراف على موكب تسلم مركز الاختبارات الطبية للملاحة الجوية ومكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الدفاع على شهادة المطابقة للمواصفات الجودة إيزو 9001 وعلامة مرحبا لجودة الاستقبال للمرة الثانية على التوالي، وكان هذا بحضور المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وسامي إطارات الوزارة. هذا وبين الوزير إسناد مكتب العلاقات مع المواطن علامة مرحبا للمرة الثانية على التوالي، مما يؤكد استجابته لمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالعلامة، وهو ما من شأنه أنه يوطد العلاقة القائمة بين الإدارة والمواطن على أساس الثقة والمصداقية، خاصة أنه الجودة هي سمة الإدارة العصرية اللي تحرص الدولة على دعمها وتطويرها خدمة للمواطن والتنمية عموما. في موضوع آخر، وفي إطار تقديم المقاربة اللازمة للرقابة البرلمانية في القطاع الأمني، تم اليوم وبحضور أعضاء مجلس نواب الشعب وأساتذة جامعيين تنظيم ندوة حول الرقابة البرلمانية لعملية الأمن والاستعلامات. نرجع على تفاصيلها في التقرير هذا. الرقابة البرلمانية في القطاع الأمني وأهمية تقديم مبادرات تشريعية جديدة تعزز من دور البرلمان، أهم ما أكدته الندوة اللي تم تنظيمها اليوم حول الرقابة البرلمانية لعمليات الأمن والاستعلامات. القوانين الناقصة هي مثلا حالة الطوارئ اللي يمشي بأمر 78، في حين أنه يجب مراجعة هذه القضية يعني وإصدار فيها بقانون مميز يتعلق بحالة الطوارئ، لأنه حتى الدستور ما تحدثش عليه، تحدث على في حالة خطر دائم فما يأخذ تدابير استثنائية، هو الفصل 80 اللي تم الإعلان على إمكانية تطبيقه. خطر احنا اليوم فعلا نجم نقول وأنه فما خطر ذا، وهنالك من يقول وأنه يمكن
إذا كان تأكدت وأن هذا الخطر ما هوش عملية واحدة وإنما هي عمليات وستأتي عمليات أخرى أقوى منها، فربما نكون في ذلك الوقت مجبورين بأن ندخل في هذه العملية. البرلمان عنده معنى مهمة تشريعية، عنده زادة مهمة رقابية للعمل الحكومي، وهذاك علاش نحن كنواب دونك كل ما هو عمليات أمنية وعسكرية ومتعلقة بالاستعلامات معناها تهمنا. إرساء المؤسسات الدستورية من شأنه أيضا تعزيز الرقابة البرلمانية، وهذا حسب تأكيد لجنة الأمن والدفاع داخل مجلس نواب الشعب. دور الأساسي نتاع لجنة الأمن والدفاع هو دور رقابي، يقوم بالرقابة البرلمانية للمؤسسات الأمن ومؤسسات الدفاع والديوانة، باسكو هما زاد كيف كيف يحافظوا على الأمن، كما يراقبوا المؤسسات السجنية، مؤسسات السجنية واللي فيها زاد مشاكل أمنية كبيرة برشا، لأنه الوضعية بتاع السجناء، سجناء خاصة الإرهاب اللي وقت يبدأوا مع سجناء الحق العام يخلقوا لنا بؤر لتكوين الإرهابيين. تبادل الآراء والأفكار من أجل تعزيز العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مجال الأمن والاستعلامات، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. في إطار الاستعدادات للانتخابات البلدية المرتقبة، نظمت وزارة الشؤون المحلية يوم عمل حول الانتخابات البلدية ومتطلبات تجسيم مسار المركزية بالاشتراك مع مؤسسة هانس زايدل وبحضور رئاسة الهيئة المستقلة للانتخابات وخبراء في القانون وممثلي المجتمع المدني. في إطار تفعيل اللامركزية ودعم قدرة السلطة المحلية، تعمل وزارة الشؤون المحلية اليوم على أعداد 3 مشاريع كبرى: مجلة الجامعات المحلية والقانون الانتخابي وتعميم النظام البلدي والتقسيم الترابي. القوانين هذه كلها جاهزة أو المشاريع هذه كلها جاهزة. بالنسبة للقانون الانتخابي وقع إحالته لمجلس النواب في جانفي 2016، وانطلقنا بالقانون الانتخابي لأنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حاشتها بالقانون الانتخابي باش تنجم تنطلق في عملية تسجيل الناخبين. إلى جانب إحالة القانون الانتخابي على مجلس النواب، تم إلحاقه بمجموعة من الملاحظات والمراجعات لتجاوز ثغرات القانون الانتخابي السابق، وأهمها مراجعة تمثيلية النساء والشباب وذوي الاحتياج الخصوصية، بالإضافة ضرورة ضبط مسألة عنوان إقامة الناخب. المشكل اليوم أن باش نمشي ونعمل انتخابات في دائرة ضيقة جدا، وبالإمكان أن نتحول من دائرة بلدية إلى دائرة أخرى بطريقة سهلة، وهذا ينجم يهزنا إلى تلاعب بالجسم الانتخابي. لذلك أدرجنا في المشروع وجوب إثبات الإقامة. ولتفادي التأخير الحاصل في انطلاق الانتخابات البلدية، تم ضبط خريطة الطريق لفهم أسباب التأخير وتجاوزها والإسراع في ضبط رزنامة واضحة للانتخابات. خريطة الطريق قيمتها وعندها قيمتها اللي تحدد، وهو أنه نعرفوا قداش مقدمين ولا في المسار الانتخابي ولا وين احنا من هذا التأخير متاعنا، قداش نجموا ناخذوا في 2016 ام لا. دونك هذا كل معناتها العناصر اللي قدمناها، وهي أنه إذا كان لم نتمكن وظهري مش نتمكن اليوم في 4 أفريل باش نقدموا النص، يعني أنه راهو من تو نعرفوا قداش التأخير متاعنا، وهذا يسمح لنا بمعرفة دقيقة نجموا ولا نكملوا في 2016 أم لا. على هامش زيارته لتونس بمناسبة أحياء الذكرى الأولى لأحداث باردو، كان وزير الخارجية الفرنسي جون مارك غو اجتماع اليوم بوزير الشؤون الخارجية خميس الجناوي، وين أشرف زوز وزراء على توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية ونظيرتها الفرنسية. مناسبة أكد خلال وزير الخارجية الفرنسي مواصلة بلاده دعمها لتونس في مسارها الانتقالي، وبخصوص الوضع الإقليمي أكد جون مارك غو على أنه الملف الليبي من أولويات فرنسا، وأنه بلادنا أو بلاده تدعم الحل السياسي وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. تحويل سوق الجملة بولاية سيدي بوزيد إلى سوق مصلحة وطنية، قرار أعلنه اليوم وزير التجارة محسن أحسن خلال الزيارة الميدانية اللي خصصها لسيدي بوزيد، وين مثل سوق الجملة والمسلخ البلدي ومسلخ الدواجن ومشروع السوق الأسبوعية أهم محطات الزيارة هذه للإطلاع على مشاكل الجهة. زيارة ميدانية أشرف خلالها على الجلسة العامة التأسيسية لشركة سوق الإنتاج الكبرى، واللي من المنتظر باش توفر 630 موطن شغل بصفة مباشرة و100 بصفة غير مباشرة.
زيارة إلى ولاية سيدي بوزيد. الحقيقة هناك عديد الإنجازات اللي وقع تفعيلها. أولا ننطلق من مشروع اللي عنده أهمية كبيرة واللي وقع يعني الإسراع بتنفيذه، اللي يتمثل في إنشاء سوق وطني للإنتاج في ولاية سيدي بوزيد باستثمارات جملية قدرها 20 مليون دينار. المشروع هذا عنده قدرة تشغيلية مباشرة بتقريبا 630 و100 موطن شغل بطريقة غير مباشرة. أيضا الزيارة شملت سوق جملة بولاية بسيدي بوزيد، ووقع الإقرار بتحويله من سوق جملة إلى سوق وطني ذات مسلحة وطنية. ثم أيضا قمنا بزيارة المسلخ البلدي. الحقيقة المسلخ هذا لا يستجيب للشروط الصحية الدنيا، وما وقع إقراره أنه باش يقوم ببعض الإصلاحات في هذا المسلخ. في متابعة لنشاط فرق المراقبة الاقتصادية، تمكن أعوان مركز الشرطة البلدية بسقية الزيت اليوم من حجز شاحنة من نوع دي ماكس في اتجاه سيدي بوزيد، وعلى متنها كميات كبيرة من لحوم ورؤوس الأبقار والسيقان والأمعاء غير الصالحة للاستهلاك، تعمد سائقها انتهاج مسلك فلاحي غير معبد، الشيء اللي أثار شكوك الأعوان، وبمجرد إيقافها تبين أنها تقل حوالي 4000 كيلو من المحجوز غير مطابق للشروط الصحية، كان صاحبها ينوي تسويقها للاستهلاك الفردي والمطعم حسب ما جاء في اعترافات سائق الشاحنة، وهو مدفع أعوان شرطة البلدية والإدارة الجهوية للصحة بصفاقس إلى حجز البضاعة قصد إتلافها. نمشيو لولاية الكاف، وخبر انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمهرجان العالمي لموسيقى الجاز البارح بعرض لفرقة ربيعة أبو خليل، ونسجل حفل الافتتاح حضور جماهيري كبير وسط استنفار أمني لتأمين المهرجان من خلال غلق المنافذ المؤدية للقصبة الحسينية في وجه السيارات وتركيز نقاط تفتيش. هذا باش يتواصل المهرجان العالمي لموسيقى الجاز بالكاف في دورته الثانية لغاية 20 مارس الجاري بمشاركة أسماء عالمية ونجوم الجاز في برمجة مميزة كلها عروض فرجوية من شأنها باش تنشط الحركة الثقافية في المدينة. رغم العراقيل ورغم المشاكل تعقدت الدورة الثانية، والافتتاح اليوم كان بربيع أبو خليل وصوت ورسالة الجبال. من بعد للأسف كنا هو كان أربع أيام يوم اليوم 20 الاختتام، لأنه الفنان الإيفواري باكو سيري ألغى العرض نتاعو لاعتبارات أمنية نظرا لأحداث اللي صارت في بنقردان. في الطبعة الثانية رانا هنا باش نشجعوه وتكمل المسيرة. الكاف هذه المدينة اللي نحبوها، هذه المدينة مدينة التاريخ، المدينة الرومانية. كذلك ننجم نقول بلي on est là pour la solidarité aussi pour la Tunisie. ونقولوا بلي تونس راهي بخير وتونس راهي بيان. احنا عندنا الموسيقى بنفكر فيها كتراث، ننسى انه تراث اليوم كان ثوري امبارح. ما عندنا موسيقيين بلاقوا لغتهم الخاصه تراثنا راح يموت، لانه ما عاد تراث الموسيقى بتموت، الفن الحضاره بتموت اذا ما تطورت ومشيت مع العصور. احنا نحبوا الحاجات الباهيه هذيا باش نشجعوا السياحه الداخليه في بلادنا. معناتها احنا نفرحوا كي نلقاو الوتله نتاع مدينه الكاف اليوم عاملين كومبلي، معناتها حاجه باهيه ياسر. وبالاجواء هذه نكون مشاهدينا وصلنا لنهايه موعدنا الاخباري، مشاهده طيبه للجميع. www.nisma.tv partie replay والا على باج فيسبوك نسمة تي في.